خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي وخدمه جديده احنا عايزين نقدمها لحضراتكم، لان احنا برده مهم جدا نعرف الحاله المروريه ونحاول ننقل لحضراتكم اللي لسه هينزل شغله اللي عنده مشوار نعرف كده الحاله المروريه اخبارها ايه. خلينا نروح دلوقتي معانا سياده اللواء احمد هشام، هو مدير اداره مرور القاهره السابق، نعرف منه الحاله المروريه. سياده اللواء صباح الخير في البدايه. فندم صباح الخير استاذ نهاوند، تحياتي لحضرتك والاستاذ كريم والمشاهد الكريم، وطبعا في البدايه بنهني اسره قناه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي بالفوز بالثلاثيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي. وفي نقطه كان عايزين نوضحها للساده المشاهدين، ان دي كده اعتبر النادي الاهلي كده تساوى مع فريق برشلونه الاسباني اللي فاز برضه بالثلاثيه في عام 2009 و2015 وكذلك بايرن ميونخ 2013 2020، وان شاء الله مزيد من تقدم للنادي الاهلي دايما يرفع اسم مصر عاليا باذن الله تعالى. ده المعلومات دي عرفتها من عندنا بقى في البرنامج، احنا قلناها في الاخبار اول كانت خبر معانا. معلش واضح ان سياده اللواء مش بس خبير في الشأن المروري ده كمان في الشأن الكروي، وواضح ان انت من عشاق النادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك. لا يعني طبعا النادي الاهلي ده نادي عظيم جدا، وكان ليا الشرف ان انا وانا صغير كنت دايما مع الكابتن الخلوق محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ايام كاستاتو، كان لاعب في المنتخب القومي في احدى فنادق القوات المسلحه في شارع الطيران، وكنا دايما يعني على تواصل معاه وحتى لعبنا مع بعض كوره انا وسيادته وكابتن مصطفى يونس. الله الله، ايام جميله جدا يعني الحقيقه. يعني كابتن محمود الخطيب طول عمره هو لاعب وهو اداري وهو رئيس النادي يمتاز بالخلق الكريم والقدوه الحسنه، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. وبرضه عايزين يعني دايما اتكلمنا على الكوره، برضه عايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان بيتشو موسيماني كان ليه دور هام جدا وفعال في يعني تطوير لاعيبه النادي الاهلي. يمكن في نقط معينه يمكن احنا لاحظناها، اول نقطه معينه وهي الضغط على الخصم، ودي يمكن ايام فايدر ما كانتش موجوده بقوه هي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. النقطه الثانيه كذلك اللي هي الاستحواذ على الكوره، ان الاستحواذ على الكوره بالنسبه للنادي الاهلي بقى بدرجه دلوقتي عاليه جدا ونسبه عاليه جدا ما كانتش موجوده يمكن ايام فايدر. يمكن كان النادي الاهلي يكسب مباريات بس كانت نسبه الاستحواذ عنده اقل من الفريق المنافس. النقطه الثالثه والاهم هو تطوير محمد مجدي قفشه، واللي انا بعتبره ان هو ان شاء الله هيكون خليفه عبد الله السعيد احسن بلاي ميكر في مصر. حقيقه التطوير رهيب جدا للكابتن محمد مجدي قفشه، ايضا بالنسبه للكابتن حسين الشحات برضه حصل نوع من التطوير دي، وان شاء الله باذن الله قادم افضل باذن الله للنادي الاهلي المصري باذن الله. سياده اللواء احنا ما نقولش مرور بقى، احنا نحلل مع حضرتك، تجي لنا ضيف والله بجد يبقى احسن. واضح ان معلومات حضرتك يعني واهتمامك بالنادي يعني قوي جدا، وعلى كل حال احنا سعداء جدا برضه ان احنا نلاقي اهلاويه في مراكز مرموقه كده، سعداء بيك والله سياده اللواء. وخلينا بقى نطمن على الحاله المروريه. اتفضل يا فندم. طبعا معلوم بالنسبه ليوم الاحد بدايه النشاط الرسمي للعاملين باجهزه الدوله بكافه قطاعاتها الحكوميه والخدميه بالاضافه للمدارس والجامعات، وده طبعا بينعكس على الرحله الصباحيه. الحمد لله منذ الصباح الباكر وطلوع الشمس وتحسن الاحوال الجويه، حاله مروريه اكثر من ممتازه في ظل انتشار خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات على مدار اليوم الكامل. نحن الان بنتكلم على ساعات الظهور الصباحيه وتحديدا حاليا الساعه 10:20 دقيقه، دي تعتبر نهايه ساعات الظهور الصباحيه من حيث تسكين الموظفين في اعمالهم والطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات. الحمد لله في سجوله مضيه. لو اتكلمنا على مقرات النادي الاهلي في الجزيره اللي هي تقع في 3 شارع صالح سليم بالجزيره، هنلاقي الحمد لله الامور فيها طبيعيه تماما، لكن بالنسبه لمنزل كوبري 6 اكتوبر المتجه لشارع الجباليه في بعض الكثافات المتحركه، لذلك احنا بننشط تدريب قيد السيارات القادمين من القاهره اتجاه النادي الاهلي بالجزيره. من الافضل سلوك منزل كوبري 6 اكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض باتجاه ميدان التحرير يمينا شارع كوبري قصر النيل، ومنه الى ميدان الجزيره ومنه الى النادي الاهلي. اما بالنسبه لمناطق مدينه نصر، معلوم بالتطوير الهائل واللي يعني واللي على مستوى علمي شرق مدينه نصر من حيث الكباري وكذلك من حيث توسعه المسطحات الارضيه. فبالنسبه لمحور مصطفى النحاس اصبحت مفي في المرضيه تامه في اتجاهين، بالنسبه للكباري تم انشاء بالنسبه لتقاطع شارع الطيران مع مصطفى النحاس وتقاطع عباس العقاد مع مصطفى النحاس وكذلك امام مدرسه المنهل، فده طبعا سهل الحركه المرضيه من حيث شارع الطاقه، حتى يمكن ابتدى المشجعين والمتواجدين على النادي
الاهلي واعضاء النادي الاهلي التوجه بسهوله ويسر عن طريق شارع الطاقه الى النادي الاهلي. كذلك بالنسبه لمحور النصر تم توسعته وزياده عدد الحارات كيف ممكن جدا تتركوا اتجاه شارع حسن مامون والذي يقطن به النادي الاهلي. اما بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للشيخ زايد فمعلوم ان هو موجود بتقاطع طريق النزهه مع طريق القاهره اسكندريه الصحراوي دي ويوجد تحديدا في شمال مدينه الشيخ زايد دي منطقه هادئه تماما فيها سيوله مرضيه. وعايز اوضح نقطه مهمه جدا ان وجود النادي الاهلي في هذا الموقع ده هيساعد على التواجد السكاني ايضا بالنسبه لسكان مدينه الشيخ زايد اللي بيتجهوا خارج المدينه الى النوادي الاخرى هيكون سهل جدا ان هم يروحوا النادي الاهلي وده طبعا هيخفف الضغط المروري والكثافات المروريه الموجوده في مدينه الشيخ زايد ذهابا وايابا. لكن احنا دائما في نهايه الفقره المروريه دائما بنشهد الساده قائدي السيارات الالتزام بقواعد واداب المرور التعاون مع رجال المرور. وطبعا معلوم بالنسبه للجميع ان من اليوم اختبار من اليوم في غلق جزئي في شارع الهرم بسبب انشاء محطتي مترو انفاق الرمايه والاهرام وهذا الغلق الجزئي هيستمر لمده 5 سنوات. يعني لو فيه يعني مزيد من الوقت ممكن نوضح التحولات المروريه الموجوده في هذا الغلق. يعني تغطية أكثر من رائعة، مشكورة جدا سيادة اللواء أحمد هشام، شكرا ليك يا فندم. حقيقة سيادة كده بقى يعني سيادة اللواء خبير مروري وكروي يعني حقيقة واضح إن هو متخصص كمان في شأن النادي الأهلي تحديدا.